الفل والجمال عليكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج. لو وقعت في معصية ما تقولش لحد، وبهاشتاج هداكم الله وهدانا اللي مشيت فيه أمل حجازي على خطى شاهيناز قررت إنها تسيب الغنى خالص وتتجه للأناشيد. وبكواليس طاقة القدر افتكرت يسرى اللوزي أيام الشغل مع حمادة هلال ونزلت صورة جمعت ما بينهم على الإنستجرام. وبالنسبة للفنان أحمد عبد الله محمود نزل صورة ليه مع زوجته الفنانة وملكة الجمال سوريا سارة نخلة وكتب عليها أنا وحبيبي والكرش، والصورة بينت زيادة كبيرة قوي في وزنه. ومن كرش أحمد عبد الله لهوت شورت دومونيك المثير جدا اللي كانت لابساه لما نزلت صورة وفيديو ليها وكتبت عليهم بدي أعرف شو راح يصير. الحقيقة بالهوت شورت ده محدش عارف إيه اللي هيحصل. أما عن نيلي كريم فاختارت تنزل صورة ليها النهاردة مع كروت طيارة وهي مسافرة لمكان ما قالتش عنه حاجة، وكمان قررت إنها تروج لشركة مصر للطيران وقالت إنها أكتر شركة بتحب تسافر عليها. ومن نيلي كريم لمي عز الدين اللي نزلت صورة النهاردة على الإنستجرام نالت إعجاب كتير من جمهورها، كتبت عليها إن الجمال مش شرط يكون جمال الشكل، لا كمان جمال القلب. أما عن نوال الزغبي اللي انتهت من تسجيل أغنية برج الحمل واعتبرها البعض ماشي على خطى الهضبة، كمان ماشي على خطاه في حاجات كتير زي صورتها اللي نزلتها النهاردة وهي في الجيم. أنا كده خلصت، واشوفكم الحلقة الجاية وتابعونا على هاشتاج.